أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى، مراجعة ليلة الامتحان في مادة الفلسفة. وهيكون في ضيافتنا النهاردة إن شاء الله مستر محمد رضوان، أستاذ المواد الفلسفية، ونشوف مع بعض الحلقة الأولى مراجعة الفلسفة. مساء الخير يا مستر. مساء الخير أستاذ، شرفتنا ومشرفنا كالعادة، ونتمنى التوفيق لطلابنا الأعزاء كلهم في الامتحانات إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. اللهم اتفضل آمين. حبيبي. طبعا احنا إن شاء الله هنعرض النهاردة مجموعة نماذج استرشادية جميل لمادة الفلسفة والمنطق. احنا عاملين 3 نماذج استرشادية، من ضمنهم برضو النماذج الاسترشادية اللي أكدت عليها الوزارة، جميل، فهنقوم بحلها دلوقتي إن شاء الله. تمام، اتفضل يا أستاذ محمد. طيب احنا عندنا أول سؤال، اختر الإجابة الصحيحة وعلق عليها. مفكر، قدم دراسة بيئية أيكولوجية تربط بين الأسباب والنتائج بطريقة جدلية. جميل. هل هو ابن خلدون، ابن رضوان، أريني نايس، توم ريجان؟ طبعا في سؤال اختر الإجابة الصحيحة، في بعض الطلبة كده حاطة في دماغها ان هم يختاروا العلامة بس، يعني مثلا هنحط خط تحت الإجابة الصحيحة وبس. لا، المفروض ان احنا بنقوم بالتعليل. جميل. ولما بنيجي نتعامل مع سؤال اختار كأني بتعامل مع سؤال ناقش او سؤال وضح، فما ينفعش ان احنا نعمل عملية اختصار في السؤال او في الاختصار في الإجابة. جميل. طيب دلوقتي إجابة السؤال عندنا هو ابن رضوان. ده له علاقة بمحمد رضوان ولا؟ لا لا، بنطلع بيه في المسرحية بس. طيب مين هو ابن رضوان؟ ابن رضوان أعظم طبيب وفيلسوف مصري. جميل. ابن رضوان قدم دراسة بيئية أيكولوجية في كتاب اسمه رسالة إلى الحيلة. تمام. كلمة أيكولوجية معناها الاحترام. ابن رضوان اتولد في بيئة فقيرة كلها أمراض وكلها أوبئة. فبيقول يا بيئة احترم الإنسان، وكان ليه أسباب. البيئة الفقيرة اللي كلها أمراض وأوبئة كان في ناس كتيرة جدا بتموت. فدي كده الأسباب، فبالتالي كان لازم يجيب علاج للمرض والموت اللي موجود عنده. فبالتالي ابن رضوان ربط ما بين الأسباب والنتائج عن طريق منهج علمي. ابن رضوان قال حاجة جميلة جدا، قال لك إن البيئة بتأثر على عادات وتقاليد الأفراد. تمام. إن البيئة الفقيرة تختلف عن البيئة الراقية أو البيئة الغنية. أكد الكلام ده كله في كتاب اسمه رسالة إلى الحيلة. يبقى نوضح تاني برضو الإجابة، ابن رضوان ربط بين الأسباب والنتائج استنادا إلى المنهج العلمي. ابن رضوان أصدر كتاب رسالة إلى الحيلة، كان بيعرف إيه هي أسباب الأمراض وكيفية علاجها. تمام. ابن رضوان قدم دراسة بيئية أيكولوجية بتدعو للاحترام. درس موقع مصر الجغرافي عشان يعرف الأمراض اللي كانت بتيجي في المواسم إيه وكيفية علاجها. جميل. وقال ملحوظة جميلة جدا، جميل، إن البيئة بتأثر على عادات وتقاليد الأفراد. طب ده بالنسبة للسؤال ده، لما يجي لنا كطالب، يعني بيقول لي دلوقتي مفكر قام بدراسة بيئية أيكولوجية تربط بين الأسباب والنتائج بطريقة جدلية. تمام. والاختيار بتاعنا هنا كان ابن رضوان. ابن رضوان. لو أنا كطالب اخترت ابن رضوان بس، إيه مصيري كدرجة؟ لا طبعًا، بياخد نص. نص الدرجة. نص. لا، نص درجة. نص درجة. جميل. من 3. ولكن لو قدمت بقى أنا الدراسة دي وحللتها وقلت رأي العالم ده فيها، تعليم طبعا. تمام، يبقى ده كده الدرجة بتاعتي كاملة. 3 درجات. جميل. تمام. طيب تعد قيمة العمل هي قيمة أساسية في نهضة الأمم وتقدم الحضارات. طبعا العمل بننظر للشعوب من خلال عملهم. يبقى المنظار الأساسي اللي بنظر من خلاله إلى روح الشعب هو العمل. تمام. هل الشعب اللي قدامي ده يائس ولا شعب متفائل؟ هل هو شعب جاد أم شعب هازم؟ هل هو شعب مسؤول ولا شعب مستهتر؟ تمام. يبقى الأساس عندي عشان أنظر إلى أي دولة لازم أنظر للعمل. العمل هو الوظيفة الأساسية اللي بتميز الإنسان عن الحيوان. جميل. الإنسان أول ما نزل للدنيا عمل عملية ترويض للطبيعة. تمام. عشان تستجيب مع حاجاته. يعني مثلا الحديد، من الحديد عملنا إيه؟ عملنا طيارات وسيارات وسفن. مظبوط. طيب الأشجار طلعنا منها الفواكه. يبقى احنا اللي حولنا الطبيعه، احنا اللي عملنا عمليه ترويض للطبيعه. جميل. مش بس كده، الانسان مش بيستخدم قوه عضلاته ويده بس في التعامل مع الطبيعه. لا، بيظهر فيها جانبه الابداعي. يعني تخيل كده معايا يا استاذ احمد شكل الطياره. شكل الطياره تبقى مرسومه كده، الجسم جسم سمكه والجناح جناح طائر. تمام. يبقى معنى كده الراجل اللي عمل لنا الطياره ده نزل للطبيعه والبيئه وشاف السمكه وشاف الطائر، ومن هنا عمل شكل الطياره.
مظبوط. يبقى هل كل الاعتماد على قوة العضلات واليد فقط؟ لا طبعا، لا، بيظهر فيه جانبه الايه؟ الإبداعي. أجب عن ألف أو ب. في طبعا برضو سؤال بيجي لنا في نقطة رقم 3 كده في الامتحان عندنا، أجب عن ألف أو ب. جميل، هو الطالب محدد إن هو هيجاوب على نقطة واحدة أو جزئية واحدة. جميل. فإحنا بنقول إن إحنا نجاوب على الاتنين، لأن الدرجة الأعلى هي اللي بتتحسب. تمام. يبقى أنا بتعامل مع الامتحان كأنه إجباري، لأن زي ما حضرتك عارف إن مادة الفلسفة والمنطق مادة ب60 درجة، فإحنا إن شاء الله عايزين نوصل للدرجة النهائية. طيب عشان أنا أجاوب ألف وبه الاتنين عشان أخد أعلى درجة في الاتنين، هل مساحة الوقت هتكفيني آه ده؟ مساحة الوقت هتكفي إن شاء تمام الله. جميل. طيب اعرض وجهة نظر الدكتور مصطفى محمود في الاستنساخ. اولا الاستنساخ احنا بننتج نسخه طبق الاصل من البني ادم. مصطفى محمود كان ليه راي، قال لك احنا دلوقتي بنتدخل في قدره الخالق ربنا سبحانه وتعالى. تمام. ما هو مع تقدم العلم والتكنولوجي ويظهر حاجه اسمها استنساخ، ده تدخل في اراده مين؟ ربنا. مظبوط. هي ثوره علميه، كتقدم علم والتكنولوجي هي ثوره علميه ولكنها عبثيه. ليه عبثيه؟ انا دلوقتي قلت لهم انا عايز استنسخ 4 مني مثلا. جميل، هياخدوا نفس الشكل، هياخدوا نفس الافكار، نفس الاجتماعيات. طب ربنا سبحانه وتعالى اظهر التنوع، ولا ياتي التنوع الا عن طريق الزواج. لا ياتي التنوع الا عن طريق الزواج. الزواج ده طبعا راي الدكتور مصطفى محمود. الدكتور احمد زويل لما جه اتكلم على الجينوم البشري، لان في السؤال الثاني بيقول لي راي الدكتور احمد زويل في الجينوم البشري. الجينات الوراثيه اللي هي ماده الدي ان ايه. تمام. الدكتور احمد زويل قال هو يا جماعه مش بتحدد صفاتنا الجسميه بس. ما كل واحد فينا حاطط في دماغه ان الجينات الوراثيه هي صفات جسميه، اللي هي تحديد لون العين، البشره، الذكاء، الشعر مثلا، لون الشعر. لا، طلع كمان انها بتحدد تفكيرنا، وفي كمان مفاجاه كبيره بتحدد صفاتنا الاخلاقيه والاجتماعيه. تمام. يعني الشخص ده محترم او غير محترم طلعت وراثه بتحدد كمان الصفات الأخلاقية والاجتماعية. ده شخص اجتماعي أو انطوائي طلعت برضو إيه؟ وراثة. وراثة. ده رأي الدكتور أحمد زويل في الجينوم البشري. تمام. استطاع المصري القديم أن يعبر عن حبه الشديد للبيئة، دلل بثلاثة أمثلة. أولاً المصريين القدماء كانوا من أشد المعجبين والمحبين للبيئة. استفادوا من مواردهم البيئية لخدمة بناء حضاراتهم الفنية. يعني أبو الهول مثلا، الجسم جسم أسد، أسد بس الوجه إنسان، وجه إنسان، صح الكلام ده؟ إذا دلوقتي اتحط حاجتين مع بعض، إنسان وحيوان. مظبوط. وكان في زهرة مشهورة جدا أيام الفراعنة اسمها زهرة اللوتس. طب ما هو ده دليل على حبهم الشديد جدا لمين؟ للبيئة. ده وصل حبهم للبيئة والطبيعة لدرجة التأليه والتقديس. كان عندنا زمان إله نهر النيل، إله الشمس، إله الأرض، إله القمر. وكنا كمان بنوجه لهم التراتيل والأناشيد. تمام. طب تخيل معانا وصل بينا حبنا لدرجة إن إحنا عملنا كتاب اسمه كتاب الموتى. كتاب الموتى ده كان فيه تعويذة اسمها تعويذة إعلان البراءة. إن المصري القديم بيبرئ ذمته أمام الإله إن هو عمره ما ضر البيئة ولا الطبيعة. تمام. كان يقول له السلام عليك أيها الإله الأعظم، أنا لم أحرم الماشية من عجبها، ولم أصطاد عصافير الآلهة، ولم أصطاد السمك من البحيرات، ولم أقف عائقا أمام مجرى المياه، ولم أطفئ النيران المتأججة، يعني الملتهبة أو المشتعلة. مش بس كده، كمان كان في أنشودة بتتقال في الصلوات، الإله شو رب الهواء، يرفع الإله نوت رب السماء، ويفصله عن الإله جب إله الأرض. تمام. ده دليل طبعا لحب المصري القديم للبيئة والطبيعة. السؤال اللي بعده، حدد عناصر أخلاقيات الوظيفة العامة. طبعا أي وظيفة ليها أخلاق. أخلاق وظيفتنا إيه؟ نلتزم بالأنظمة والقوانين، احترام وقت العمل، الأمانة والنزاهة والإخلاص في العمل، الانتماء والولاء للمنظمة اللي أنا شغال فيها، تنمية الكفاءات، أنمي كفاءاتي العلمية والعملية دائما. تطرح قضية موت الدماغ وبنوك الأجنة. طبعا هنا قضية موت الدماغ احنا بنشرح فيها عملية زرع الأعضاء.
طبعا زرع الاعضاء دي ليها مستفيدين وليها مانحين. عايز الكلى اتفضل، طب هات فلوس. يبقى في مستفيدين وفي مانحين. في عندي كمان الحاله النباتيه، في بعض الاشخاص بيبقوا موجودين على السرير الطبي طبعا فاقدين الوعي، بيبقى في نوعين من الغيبوبه، يا اما غيبوبه طويله مدى يا اما غيبوبه قصيره مدى. احنا ماهيتنا الاساسيه ايه؟ كلمه ماهيتنا معناها صفاتنا الاساسيه ايه؟ هل انا جسمي بس؟ هل انا نفس بشريه وبس؟ ولا انا الاثنين مع بعض؟ المفروض الاثنين مع بعض. مظبوط. يبقى لازم الطب الحديث يهتم، او لازم لابد من ان الطب بيهتم ان الانسان عوامل، عوامل جسميه وعوامل نفسيه. عشان نكون مقدرين قيمه الحياه اللي احنا عايشينها. تمام. بنوك الاجنه. طبعا بنوك الاجنه دي بتطرح عندنا مشكلات مشروط حفظها، ما بنحبش نتكلم عنها. بنوك الاجنه. شوف مع بعض الصفحه الثانيه كده. الصفحه الثانيه عندنا اختر الاجابه الصحيحه. طبعا يا استاذ احمد احنا عندنا في الامتحان 4 نقط اختر الاجابه الصحيحه. طبعا احنا في الامتحان عندنا دلوقتي بنمتحن على 3 فصول لان في فصل ملغي. تمام. التوزيع بتاعت الفلسفه ان كل فصل بالتساوي ب4 جزئيات. يعني كل فصل دلوقتي ب 12 درجه. جميل. اذا المجموع دلوقتي بقى كام؟ بقى 36 درجه. بس طبعا في سؤالين هيتحسفوا اللي هم اجب عن الف او ايه؟ او ب. لان انا قلت لك الطالب المفروض بيختار يا اما الف يا اما ب، فبيفضلوا طبعا ال 30 درجه. مظبوط. طبعا مع كل فصل من الفصول اللي عندنا في سؤال اختر الاجابه الصحيحه على الفصل ده، يعني الفصل الاولاني الطلبه هتلاقي فيه اختر الاجابه الصحيحه. تمام. وهكذا برضه في الثاني والثالث. مظبوط. سواء اختر الاجابه الصحيحه او صح وغلط مع التعليق. صفحه 2 يا استاذ احمد زي ما احنا شايفين دلوقتي اختر الاجابه الصحيحه وعلق عليها. اسلوب يستخدم في ممارسه الظلم على اسس عرقيه او اسانيه لتبرير التعصب. طبعا احنا عندنا حاجه اسمها الحتميه الجينيه. عندي حاجه اسمها الحتميه الجينيه. تمام. الحتميه الجينيه دي يا استاذ احمد فاكر الراي الدكتور احمد زويل اللي هو عن الجيون؟ عن الجينيوم البشري. ساعتها الدكتور احمد زويل قال ان هي بتحدد صفاتنا الاخلاقيه والايه؟ والاجتماعيه. مظبوط. يعني ممكن يبقى في افراد بيتبعوا السلوك الاجرامي. فاولادهم برضو يتبعوا السلوك الايه؟ الاجرامي. اذا كده احنا بنخلق طبقه منحطه اخلاقيا او اجتماعيا. تمام. ممكن برضو اقول لشخص انت شخص عصبي، انت متعصب زياده عن اللزوم يعني. فهو ساعتها هيقول لي التعصب ده راجع على اسس جينيه. عامل وراثي. الجينات الموروثه يعني. يبقى دي اسمها الحتميه الجينيه. تمام. تتعدد مداخل حمايه البيئه دلل بثلاثه امثله. انا دلوقتي عايز احمي البيئه. بتخش منظمه اللي هي طبعا منظمه حمايه البيئه تدخل لاي دوله من 3 مداخل. اول مدخل اللي هو مدخل اصحاب القرار. يعني نقول مثلا لاصحاب القرار للحكومه لو سمحتوا لازم تحطوا تشريعات وقوانين لحمايه البيئه. تمام. لازم تعملوا ايقاظ للبحث العلمي في وزاره البيئه او شؤون البيئه. يبقى انا كده دخلت المدخل اسمه مدخل اصحاب القرار. في مدخل اخر اللي هو المنظمات الحكوميه والغير حكوميه. يعني مثلا في كل مدرسه كده لازم ننشر حاجه اسمها الوعي الثقافي. اللي هي حافظ على نظافه مدرستك. مظبوط. الشعارات اللي هي الشعارات اللي موجوده دي. كده انا بنشر وعي ثقافي. وبهتم كمان بالتربيه البيئيه في المناهج. يعني احنا دلوقتي بندرس عندنا في المنهج فلسفه اسمها فلسفه البيئه اللي هي احترام البيئه وصونها. مظبوط. وفي مدخل اخير اللي هو المدخل الثالث ده اللي هو الاقتصاديين العام والخاص. ان المفروض ان انا بروح لاصحاب الشركات بقول لهم في ميعاد معين لغلق المصنع او الشركه عشان خاطر نحمي البيئه من التلوث. فاحنا لازم نحد من التاثيرات البيئيه ديت. يبقى احنا عندنا دلوقتي 3 مداخل. اصحاب القرار، منظمات حكوميه وغير حكوميه، اقتصاديين عام وخاص. تمام. السؤال رقم 8 يا استاذ احمد برضه بيبقى اجب عن الف او ب، لان احنا اتفقنا ان الفلسفه عندنا يعتبر 10 نقط. من ضمن ال 10 نقط في سؤالين طبعا اجب عن الف او ايه؟ أو ب. اختلف الفلاسفه حول طبيعه معايير اخلاق المهنه. اي فريق تؤيد ولماذا؟ طبعا بقى يعني ده بالنسبه لنا مدرسين ف
هنفهمها ليه. تمام. دلوقتي استاذ احمد مدرس، عايزين نحط له قواعد اخلاقيه. تمام. هنعمل ايه؟ هنروح للفلسفه. يا فلسفه، انا مدرس وعايز قواعد اخلاقيه امشي عليها في مهنتي، امارسها في مهنتي. فقابلت قدامي ثلاث فرق. الفريق الاولاني قال لي بص انت ليك طابع عام وخاص. فبقول لهم يعني ايه؟ قالوا لي انت لازم تمشي بخصوصيه اوامر ونواهي بتلزمك باداء مهنتك ووظيفتك بغض النظر عن دينك او ميولك او واقعك الاجتماعي. يعني ما تتحدث ولا دين ولا ميول ولا واقع ايه؟ اجتماعي. اجتماعي. اللي موجود جوه الكتاب تقوله بس. تمام. يبقى انا خدت فكره دلوقتي من الفريق رقم كام؟ واحد. ان انا ماشي بقواعد معينه انا ملتزم بيها. وده ملزم بيها كل من يعمل بمهنه التدريس. ان احنا ملتزمين بالمنهج اللي قدامنا. مظبوط. قلت لهم شكرا جدا يا فريق اول. فانا بحب اسمع اراء. رحت للفريق الثاني عرضت برضه نفسي، قلت لهم انا مدرس وعايز امشي على قواعد اخلاقيه. امارس بيها مهنتي اللي هي مهنه التدريس. رد عليا الفريق الثاني وقال لي انا هربطك بطبع ثقافي. جميل. انت لازم تمارس نوعين من الاداب. اداب عامه واداب الزاميه. قلت لهم انا موافق. بس ايه هي الاداب العامه وايه الاداب الالزاميه اللي انا اعملها؟ قالوا لي الاداب العامه لازم تخلص في عملك. حاضر. بخلص في عملي. تمام. ابعد عن التعصب، مش متعصب. ساوي ما بين الطلبه، كلهم عندي واحد. يبقى انا كده التزمت بالاداب العامه. تمام. ايه بقى الاداب الاداب العامه والاداب الالزاميه؟ انا كده عملت الاداب الالزاميه. ايه الاداب العامه؟ قال لك لازم تخلق روح المحبه والالفه ما بينك انت والطالب. حاضر. تمام. يبقى انا لازم اخلق فعلا روح المحبه والالفه ما بيني انا وطلابي. بس انا ليا مطالب. قالوا لي ايه مطالبك؟ قلت لهم المطالب الخاصه بالمكانه الاجتماعيه والاجور. اجورنا كمعلمين ومكانتنا في المجتمع. تمام. رد عليا الفريق الثاني وقال انها امور نسبيه متغيره. يعني تختلف من فرد لاخر ومن مجتمع لايه؟ لاخر. لاخر. يبقى عمليه الاجور والمكانه دي بتختلف من بلد للتانيه. تمام. فانا رحت دلوقتي للفريق رقم 2 سمعت رايه. قلت خلاص. اروح للفريق رقم كام؟ 3 وهو الفريق الاخير. رحت برضه قلت لهم انا مدرس وعايز امشي على قواعد اخلاقيه. تمام. انصحوني. حطوا لي القواعد اللي امشي عليها. رد عليا الفريق الثالث قالوا لي نفحص الثقافه السائده قبل وضع الاسس والمعايير. نفحص الثقافه السائده قبل وضع الاسس والمعايير. فبقول لهم ايه الثقافه السائده؟ قالوا لي اول حاجه بنشوف سماتك كمعلم، صفاتك كمعلم. تمام. مكانتك يا معلم في المجتمع عامل ازاي؟ المتعلمين بتاخدوا ارائهم ولا لا؟ طبيعه المتعلم. لازم كمان نشوف المنظمات التعليمية أو المؤسسات التعليمية، هل الدولة عملت جهود كبيرة في إنشاء منظمات ومؤسسات تعليمية تعتمد على تكنولوجيا حديثة ولا لا؟ تمام. قلت لهم طب ولو احنا ما التزمناش بالكلام دوت؟ قال لك لو ما التزمتوش هتصبح عبارة عن لوائح وشعارات جامدة. إن أنا ممكن أعمل أي شعار عن أي تطوير، تمام كده، ولم يتم طبعا. ده طبعا رأي الفريق رقم كام؟ 3. طبعا هنا الطالب مطالب ان هو بأيد فريق واحد من الثلاثة. ساهم الفلاسفة في نشأة البيوتيكا، دلل بمثالين. طبعا احنا عندنا هانز يوناس ودانيال كلهان. اولا دانيال كلهان هو اللي نشر الفكر البيوتيكي. دانيال كلهان ده أسس مركز للفكر البيوتيكي. تمام. دانيال كلهان هو اللي ساهم في إنشاء أول موسوعة بيوتيكية. لكن اللي ساهم في عالمية الفكر البيوتيكي كان هانز يوناس. هانز يوناس ده اتكلم في البيئة واتكلم في البيوتيكا اللي هو تكنولوجيا الطب. جميل. وقال لك أنا بربط الأخلاق برضه بالمسؤولية، بس المرة دي مسؤولية الطبيب تجاه المريض. وكمان بحذر من إجراء الأبحاث العلمية سواء بوجه عام أو بوجه خاص. ده آراء هانز يوناس. تمام. ربط هانز يوناس بين الاخلاق والمسؤوليه في البيئه، حلل هذه العباره. طبعا احنا قلنا ان هو اتكلم في البيئه واتكلم في البيوتيكا. احنا عرفنا رايه في البيوتيكا. تمام. راي هانز يوناس في البيئه
ان هو بيقول ان الانسان مسؤول عن الكائنات الحيه الاخرى لانه الاكثر وعيا وادراكا. تمام. يعني مثلا يا استاذ احمد، انسان وحيوان ونبات، مين اللي مسؤول عن مين؟ انسان مسؤول عن الحيوان عن الكائنات الحيه الاخرى لانه الاكثر وعيا وادراكا. يبقى لازم يبقى في تعاون ما بين الانسان وغيره من الكائنات الحيه الايه؟ الاخرى. وقال لك ان كمان الانسان لابد ان يتصف يتسم بالمناداه. سالناه يعني ايه مناداه؟ قال لك احترام حقوق الاجيال المستقبليه، الاجيال اللي جايه. في عندي سؤال رقم 10 بيقول: حدد الصواب والخطا في العباره الاتيه مع التعليل. تقوم فكره اليد الخفيه عند ادم سميث على التضحيه من اجل المصلحه العامه. لا والله، هو دلوقتي قال حاجه. هو قال لك الناس يسعون الى تحقيق مصالحهم الخاصه. ده ادم سميث؟ ادم سميث. وهم في الحقيقه يحققون المصلحه العامه دون ان يشعروا. طب يعني ايه يا استاذ احمد الكلام ده؟ اولا ده اب الاقتصاد القومي ادم سميث ده. تمام. موجود ايام الثوره الصناعيه في اوروبا. فانا دلوقتي راجل صاحب مصنع مثلا. فانا قلت للعمال اللي عندي في المصنع اعملوا لي المنتج دوت 5000 قطعه. واخد منكم ال 5000 قطعه بكره تاني يوم الصبح. تمام. ولو جولي ال 5000 قطعه بكره تاني يوم الصبح هديكم شهر مكافاه. ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي العمال بياكلوا نفسهم وبيشتغلوا عشان خاطر ينتجوا ال 5000 قطعه اللي انا طالبهم بيها. هل عشان خاطر بيحبوني؟ ولا عشان خاطر اديتهم دافع وحاجه؟ يبقى عشان خاطر الحافز والمكافاه. يبقى كل واحد فيهم هو شغال كان بيبص على انهي مصلحه؟ مصلحته الخاصه. بس هم في الحقيقه حققوا المصلحه الايه؟ العامه. العامه دون ان يشعروا. جميل. ده فكره ادم سميث. تمام. ننتقل للصفحه رقم 3 ونشوف بوكلت رقم 2. اتفضل يا استاذ محمد. اجب عن الاسئله التاليه، اختر الإجابة الصحيحة وعلق عليها. فيلسوف استند على مبدأ المنفعة العامة في الدفاع عن حقوق الحيوان، هو بيتر سينجر. أولا بيتر سينجر استند على مبدأ المنفعة العامة، تحقيق أكبر قدر ممكن من السعادة لأكبر عدد ممكن من الناس. والله زي ما الإنسان ليه الحق في الأكل والشرب، ما هو برضه نفس القصة، الحيوان له الحق في الأكل والشرب اللي هي المنفعة العادية دي. تمام. طيب قال لك برضه أنا بأكد على مبدأ المساواة بين الإنسان وغيره من الكائنات الحية الأخرى. أو مبدأ المساواة بين الإنسان والحيوان. وبيقول أنا بحذر من إجراء التجارب على الحيوان. تمام. لأن الحيوان يشعر مثل الإنسان. فعشان كده بيعارض أي حد يعمل تجارب على الحيوانات. اللي شاركوا طبعا في الفكره دي كان راجل اسمه توماريجان. توماريجان قال لك كده ايذاء الكائنات الغير بشريه تعد انتهاك للحقوق، ضياع للحقوق. دلل بثلاثه امثله توضح عدم التزام صاحب المهنه باخلاقيات المهنه. استاذ احمد، في ظواهر كده احنا عايزين نتخلص منها في المجتمع. لانها ظواهر لا اخلاقيه سيئه. تمام. هتقول لي زي ايه مثلا؟ هقول لك زي الموظف اللي بيستغل امكانيات المؤسسه بتاعته لخدمه اغراضه الشخصيه. ده انا مش محتاجه. تمام. ومش محتاج الموظف اللي مش بيلتزم بالانظمه والقوانين وبياخد رشوه. انا برضه مش محتاجه. تمام. ومش محتاج كمان التاجر اللي بيلجا للغش التجاري. اللي بيضلل المشتري. ده برضه انا مش محتاجه. تمام. وكمان المهندس اللي بيرسم رسومات غير مطابقه للمواصفات. وفي النهايه بيبني لنا عماره تقع على الناس، ممكن تنهار في اي وقت. ده برضه انا مش محتاجه. والاعلامي اللي مش بيتحقق من صدق المعلومه قبل ما يقولها. مظبوط. ويصدر اشاعات. ده برضه انا مش محتاجه. تمام. والمدير اللي مش بينتظم بوقت العمل. طبعا دي ظواهر لا اخلاقيه مش محتاجينها في التخلص من الفساد يعني بسرعه. تمام. تمام. اعرض تأثير الإنسان على البيئة في مرحلة الاستغلال والسيطرة. بص يا أستاذ أحمد، هو أول ما نزل الإنسان للبيئة مر بخمس مراحل. المرحلة الأولى
اللي هي التقديس والتأليه. نزل الإنسان للبيئة، نزل الإنسان البدائي للبيئة، وجد نفسه في بيئة حيوانية متوحشة. تمام. أراد الحفاظ على نفسه وعلى حياته. فاضطر إلى قداسة وعبادة الحيوانات المتوحشة. اضطر إلى قداسة وعبادة الحيوانات المتوحشة. عشان يبعدوا عنه. تمام. كانوا زمان بيفرقوا ما بين عالم الإنسان وعالم الحيوان بخط نار. خط نار فارق ما بين عالم الإنسان وعالم الحيوان. يجي الحيوان عشان يفترس الإنسان. أول ما بيشوف الحيوان بيعمل له عملية التقديس والتأليه. الحيوان كان بيجري بس مش عشان عملية التقديس والتأليه. عشان خاطر خوفا منين؟ خط النار. خط النار. بس هما كان اعتقادهم السائد إن هو مشي عشان عملية التقديس والإيه؟ والتأليه. أول من اتخذ الحيوانات المتوحشة مصدر لآلهة بابل واليونان والهند. دول أول ناس عبدوا الحيوانات. تمام. طبعا جت مرحلة تانية اسمها مرحلة التفسير والتوظيف. دي كانت في العصر اليوناني على يد راجل اسمه أرسطو. تمام. طبعا احنا قلنا أول من اتخذ الحيوانات المتوحشة مصدر لآلهة بابل واليونان والهند. طب جنسية أرسطو يوناني. فلقى الناس بتعبد حيوانات متوحشة. تمام. قال لهم لا، افهموا العالم الطبيعي. افهموا الدنيا اللي ربنا خلقها. ربنا خلق الأرض مركز للحياة والكون. جميل. وهيئ البيئة والطبيعة لخدمة الإنسان. إنسان. يبقى في الأول البني آدم كان خايف فعبد. بعد كده إيه اللي حصل؟ فهم. تمام. طب بعد ما يفهم المرحلة اللي هنروح لها بعد كده؟ استغلال وسيطرة. جميل. إيه هو الاستغلال والسيطرة؟ كلما فهم الإنسان البيئة والطبيعة كلما استطاع السيطرة عليها. تمام. خلاص هو فهم البيئة والطبيعة فهيقدر إن هو يستغلها ويسيطر على البيئة والطبيعة. زي بالظبط كده جيت أربي كلب، فهمت الكلب وفهمت طبعه، قدرت إن أنا أسيطر عليه. تمام. ما عندناش مانع إن يحصل عملية السيطرة على البيئة. بس من سلبيات المرحلة ديت قلة الحديث عن حقوق الكائنات الحية الأخرى. المفروض إن إحنا نحترم حقوق الكائنات الحية الإيه؟ الأخرى. جميل. دي طبعا هنا هنشرح مرحلة الاستغلال والسيطرة. الاستغلال والسيطرة. تعد المنفعة واحترام الاستقلالية الفردية للمريض إحدى معايير الأخلاق الطبية الحديثة. دلل على ذلك مستر أحمد. دلوقتي إحنا بنمر بمرحلة وباء. المريض محتاج إيه؟ محتاج المنفعة. هو كل فعل يحقق الخير للمريض. كل فعل يحقق الخير للمريض. يعني لو لقينا علاج لكورونا دلوقتي ده طبعا خير. مظبوط. صح ولا لا؟ تمام. قال لي بقى هنا الرعايه الصحيه بتحقق الخير للمريض. تمام. الرعايه الصحيه بتحقق الخير للمريض. للمريض. هدف الطبيب ايه؟ شفاء المريض. وهدفنا احنا كمان كمجتمع والوقايه من الامراض. يبقى احنا كده لازم نحقق مبدا عندنا اسمه مبدأ المنفعة. المنفعة. لكن احترام الاستقلالية الفردية للمريض ان انا ما ينفعش اكره المريض في العلاج. تمام. لازم يبعد عن الاكراه. احترم المريض واخليه يختار قراره العلاجي بارادة حرة تختار. ما عرضوش لأي ضغوطات. تمام. لان انا لو عرضته لضغوطات هل هيتقبل العلاج؟ اكيد لا. لا. يبقى لازم احترام الاستقلالية الفردية للمريض. للفلاسفة دور في الحث على وضع المواثيق الأخلاقية. حلل ثلاثة أدوار. لما بيمسك شخص مؤسسة أول حاجة بيشوف المؤسسة دي كانت شغالة إزاي. يبقى هو لازم يعمل لها عملية تحليل واقع ثقافي. تمام. يبص على المنظومة بأكملها. هل المنظومة دي كانت ملتزمة بالأنظمة والقوانين ولا لا؟ تمام. طب ما التزمتش بالأنظمة والقوانين هو هيعمل ايه؟ هيضع ميثاق أخلاقي. بيحدد سلوك الموظفين والإداريين اللي موجودين عنده في المؤسسة. تمام. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هتتقدم المؤسسة ديت وهتحقق انتاج. ده دور طبعا الفلسفة في وضع المواثيق الأخلاقية. يعد التنبؤ الوراثي إحدى المشكلات الناتجة عن الجينيوم البشري. حلل هذه العبارة.
هو التقدم العلم والتقدم التكنولوجي بقى دلوقتي بإمكانهم معرفة المستقبل الصحي للإنسان. تمام. يعني ممكن يقولوا الشخص ده ممكن يتوفى إمتى مثلا، معرفة المستقبل الصحي للإنسان. للإنسان. طب قالوا الشخص أنت هتتوفى بعد سنتين أو ثلاثة مثلا مثلا. شخص اتقال له حاجة زي كده وما عندوش قدرة إن هو فلوس إن هو يتعالج. أول حاجة هيفكر فيها تأمين للأسرة. فطبعا هيتعرض للاستغلال من قبل شركات التأمين ومكاتب الإيه؟ التشغيل. اللي هو المكتب اللي شغال فيه أو النقابة اللي شغال فيها. جميل. طب ده الوجه السلبي للجينوم البشري. أو للتنبؤ الإيه؟ الوراثي. تمام. طب هتقول لي طب في جانب إيجابي طبعا. إن عن طريق الجينوم البشري إحنا بنقدر نعرف الأمراض الوراثية. ونحاول بقدر الإمكان نعمل عملية إعداد للأدوية اللي بتعالج الأمراض الإيه؟ الوراثية. شوف مع بعض. أربعة عندنا. اختر الإجابة الصحيحة وعلق عليها. من معايير الأخلاق الطبية الحديثة الفهم، الإفصاح، الأهلية، المساواة والعدل. طبعا هنا المساواة والعدل. من أخلاق الطبيب المساواة والعدل. ده من المرضى. لما بيجي يتخرج الطبيب لازم يقول ميثاق أخلاقي للمهنة. جميل. من ضمن بنود الميثاق الأخلاقي للمهنة المساواة والعدل. إن يساوي ما بين المرضى. دون النظر إلى الجنس أو الدين أو الحالة الاجتماعية. تمام. للأجيال المقبلة الحق في العيش في بيئة مزدهرة غنية بالموارد. في ضوء هذه العبارة اقترح بنود للمحافظة على الأجيال القادمة. طيب. على كل جيل الحق في أن يكون كوكب الأرض غير ملوث وتالف. على كل جيل فرض الرقابة الدائمة على استخدام التكنولوجيا الحديثة. تمام. على كل جيل حث المنظمات والهيئات الحكومية والغير حكومية بالدفاع عن حقوق الأجيال القادمة. إن التعاون هو السمة الأساسية التي تميز المدينة الفاضلة في رأي الفارابي حلل هذه العبارة. طبعا الفارابي أكد على المدينة الفاضلة. وقال إن في تعاون. والله إذا وجد التعاون ستصبح المدن فاضلة. وإن لم يتحدد التعاون ستصبح المدن غير فاضلة. وبعد كده قسم طبقات المدينة الفاضلة إلى قمة ووسط وقاع. القمة يقع الملك والنبي والفيلسوف. أما الوسط هم الجند والعلماء. أما القاع هم العمال والحرفيون والصيادون. يثير التحري الوراثي العديد من العواقب من وجهة النظر الأخلاقية دلل بإثنين من العواقب. هنا إحنا ممكن نقول على التفرقة في المعاملة أو التمييز في المعاملة. ممكن نتكلم عن حاجة اسمها اليوجينيا اللي هي فرض الضغوطات الاجتماعية والسياسية على من يحملون الجينات الوراثية الغير مرغوب فيها. تمام. تقوم الأيكولوجية العميقة عند أرين نايس على العديد من المبادئ. طبعا كلمة أيكولوجية عميقة عند أرين نايس هو احترام القيم الذاتية لكل الكائنات الحية بغض النظر عن مدى الاستفادة منها. تمام. احنا عشان نحترم البيئة والطبيعة يبقى لازم نحدد قيمة الحياة البشرية والغير بشرية على كوكب الأرض. ربنا سبحانه وتعالى خلق التنوع. يبقى ليس من حق البشر إنقاص هذا الثراء والتنوع إلا لتلبية حاجاته الأساسية. عشان تتحسن أحوال الكائنات الغير بشرية ده بيتطلب طبعا عدد سكان أقل. طيب. اختر الإجابة الصحيحة وعلق عليها تلبية حاجات الإنسان الأساسية عن طريق سبيلين. هذا ما أكده طبعا أفلاطون. أفلاطون قال إن في فرق ما بين مجتمعات بدائية قديمة ومجتمعات متطورة. البدائية القديمة كان الإنسان بيلبي احتياجاته الأساسية بنفسه. تمام. الغذاء، المسكن، الملبس. لكن دلوقتي في المجتمعات المتطورة بقى في تقسيم للعمل. جميل. صفحة خمسة معنا. ننتقل للصفحة الخامسة. اللي هو بوكلت رقم ثلاثة. بوكلت ثلاثة. تمام. فيلسوف يرى أن لابد من مراعاة حقوق الأجيال المقبلة. احنا عندنا طبعا دانيال كالهين. عدم التصرف باي طريقه تضر البيئه والطبيعه. تمام. وعدم التصرف باي طريقه تضر حقوق الاجيال القادمه.
ولازم نحافظ على المصالح الخاصة. التحذير من ازدياد العبث بمقدرات الطبيعة ظهر في مرحلة القهر والاستبداد، ودي المرحلة الرابعة اللي هي هددت البيئة والطبيعة، وده بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي. جميل. طيب المرحلة الأولى التي مرت بها علاقة الإنسان بالبيئة، طبعا احنا قلنا أول مرحلة يا أستاذ أحمد اللي هي التجريس والإيه؟ والتأليه. والتأليه. يبقى هنا في الأولى. تمام. بدأت مرحلة التفسير والتوظيف مع الحضارة، طبعا الحضارة اليونانية اللي هو أرسطو. تطرح الإنجاب الصناعي، ومنها مشكلة الاستئجار الأرحام العديد من المشكلات. طبعا استئجار الأرحام ده بيؤدي إلى إهانة وظيفة الأم، وكمان بيؤدي إلى إهمال الطفل. والابتزاز المادي من الأم المؤجرة رحمها. حدد المقصود بكل من أخلاق المهنة. احنا قلنا ان احنا لازم نحط قواعد وضوابط للمهنة بتاعتنا، عشان كده بنقول هي مجموعة من الأسس والمبادئ والمعايير الأخلاقية التي يلتزم بها الأفراد في مهنته. أخلاق الوظيفة العامة، احنا بنتكلم برضو على القيم والمبادئ والمعايير الأخلاقية. امتى بيحدث فساد إداري في أي مجتمع؟ لما بينحرف الأفراد للمصالح الخاصة دون المصلحة العامة. الوظيفة العامة اللي هي المهام والمسؤوليات اللي بيحددها الوظيفة. أدى غياب الأخلاق العامة إلى ظهور الأخلاق المهنية، عقب برأيك. هنا طبعا هنتكلم على أسباب ظهور أخلاق المهنة، إحنا ليه بندعو الأخلاق المهنة؟ لأن طبعا عجزت الأخلاق العامة عن تأديت متطلبات كل مهنة، وغير كده بقى في خلل أخلاقي ما بين الناس، فلازم نحط لهم ضوابط وقواعد يمشوا عليها. مظبوط. تعد أخلاق السياسة الصحية والبحث العلمي إحدى مجالات الأخلاق البيوطبية. طبعا إحنا عندنا البحث العلمي، إحنا دلوقتي زي ما بنقول في حاجة اسمها التجارب السريرية، عشان خاطر نصنع لقاح أو مصل. فبالتالي إحنا هنا بنتكلم على أخلاق اسمها أخلاق البحث العلمي. إن إحنا بنحترم مصالح الأفراد. إن إحنا بنعمل البروتوكولات للعلاج. تمام. ونفس القصة برضو السياسة الصحية اللي بتحددها الموارد الصحية. جميل. الإفصاح والفهم والتوعية من عناصر الموافقة المستنيرة. إحنا هنا بنتكلم على عناصر الموافقة. إن لازم الطبيب يخبر المريض بالمعلومات الصحيحة عن مرضه، ولازم يبقى فيه وعي وإدراك للمعلومات الصحيحة. جميل. عند اتخاذ قرارات تتعلق بالإنتاج، فإن إحنا بنهتم بالاستخدام الأمثل للموارد. لازم الآلات تكون آلات حديثة. طبعا هنشرح الجزئية ديت. اهتمت العديد من المنظمات الغير حكومية بشؤون البيئة في ضوء هذه العبارة، ايه اهداف المنظمة العالمية والسلام الاخضر. طبعا في ناس اهتموا بحماية النباتات والغابات، دي اسمها منظمة السلام الاخضر، ومنع استخدام الاسلحة النووية، ومنع استخدام المبيدات الكيماوية الضارة او السامة. وفي الجمعية العالمية لحماية الحيوان اللي هم بيحموا الحيوانات من الانكولود. جميل. طبعا احنا عندنا الصفحة الاخيرة، نجيب صفحة 6 كده. اوكي. أكد ريجان على احترام حقوق الحيوان، اللي هو شارك طبعا بيتر سينجر في آرائه، اللي هو إزاء الكائنات الغير بشرية يعد انتهاك للحقوق، كذلك إزاء الحيوانات إزاء الكائنات البشرية يعد انتهاك للحقوق، كذلك إزاء الحيوان يعد انتهاك للحقوق. البيوتيكا علم تطبيقي عند جاكلين روس، طبعا غلط، هي علم معياري، وهنشرح التعريف. تمام. يقصد بالاخلاق البيوطبيه اخلاق الطبيب. طبعا لا، احنا كنا بنكلمهم على مشاكل شديده الحساسيه زي استئجار الارحام والقتل الرحيم. اعرض رؤيه ابن خلدون في العمل واخلاق مهنه التجاره، ان يكون الربح مناسب، عدم التضليل للمشتري. تمام. تهديد البيئه الطبيعيه جعل الفلاسفه والعلماء يهتموا بشؤون البيئه. لازم ان احنا نعمل عملية توازن ما بين مطالبي انا كانسان والبيئة اللي قدامي، لازم استفاد منها. ولازم احترم حقوق الكائنات الحية، واحترم حقوق الاجيال المستقبلية. جميل. عقب على اسهامات ابن خلدون وابن رضوان. طبعا ابن خلدون وابن رضوان ما اتكلموش ان الانسان يستفاد من الموارد البيئية، فعشان كده اهملوا النظرة العلمية الوصفية. تمام. عقب على موقف افلاطون والفارابي. طبعا افلاطون زي ما احنا عارفين قسم الناس لمواطن حر وعبد، والتمييز دوت بيعارض الديمقراطية. أرسطو نفس القصة برضو، يتكلم على حاجة اسمها الرق، اللي هو برضو أيضا التمييز، فإحنا بنرفضه طبعا. وأيضا الفارابي حسينا أنه هو تأثر بتعاليم الدين الإسلامي، وتأثر بأفلاطون وأرسطو.
في بعض الأسئلة برضو اختار ما بين متعدد وصح وغلط، زي أيد أرسطو فكرة أفلاطون في العمل الاثنين قسموهم لمواطن حر وإيه وعبد. جميل. أول عندي صح، رأى أفلاطون أن المواطنين الأحرار يقومون بالبحث الفلسفي، طبعا العبارة صح، على عكس العبيد اللي هم بيقوموا بالحرف. وطبعا هنشرح الجزئية دي. تتفق نظرة أفلاطون مع نظرة رجال علماء الاجتماع، طبعا العبارة عندي غلط، لأن علماء الاجتماع وعلماء الاقتصاد كل همهم زيادة الإنتاج، على عكس أفلاطون ما كانش بيهتم خالص بزيادة الإنتاج. العمل هو أداة تحرير الإنسان من سيطرة الطبيعة من وجهة نظر، طبعا هيجل اللي أكد على أن الإنسان بيستفاد من البيئة والطبيعة، وعلاقتنا بالبيئة والطبيعة ليست معرفية فقط. جميل. وأن العمل هو أساس العلاقات الاجتماعية بين الأفراد. تمام، ده كده يعتبر إيه أهم ثلاثة بوكلت مستر محمد مجمعهم للطلبة بتاعته في إيه في مراجعة ليلة الامتحان في الفلسفة. في دقيقتين كده مستر محمد، لو في أي نقاط معينة الطالب يركز عليها في خلال اليومين دول قبل الامتحان ممكن نقول له إيه؟ هو بالنسبة للفلسفة أول حاجة ممنوع الاختصار، يعني ما يختصرش في المعلومة. لازم يكتب الإجابة كاملة كاملة. تمام تمام كده. طبعا ما يذاكرش فصل أو فصلين ويسيب التالت، لا، هما طبعا التلات فصول كلهم بالتساوي، كل سؤال كل فصل بيجي له عدد اسئله معينه. اربع جزئيات، اربع جزئيات، كل جزئية. يعني كل جزئيه باربع درجات، لا كل جزئيه ب 12 درجه، كل يعني جزئية كل فصل عليه 12 درجه. تمام، يبقى كده 36، وفي سؤالين طبعا بيتحسبوا اللي هو اجب عن الف او ب. تمام، يبقى كده الاجمالي بتاع الاسئله. في حاجات معينه، في حاجه كده مثلا، يعني احنا بنتكلم على عندنا في الفلسفة مثلا في الفصل الأولاني، يعني عندنا في جزئية المراحل، وعامة لما بتيجي برضو المراحل بتيجي سؤال اختار ما بين متعدد أو صح وغلط، اللي هي مراحل علاقة الإنسان بالبيئة. بعد كده طبعا احنا عندنا في معاني البيئة، وفي عندنا إسهامات المصريين القدماء مهمة جدا. تمام. إسهامات الصينيين. بنتكلم برضو على علي بن رضوان. تمام تمام. طبعا لازم يجي لنا فيلسوف زي بيتر سينجر مثلا. تمام. او دانيال كلهان او هانز يونس. تمام تمام. في عندنا المنظمات، خاصه منظمه السلام الاخضر، المنظمه العالميه لحمايه الحيوانات البريه. طبعا الجزء ده مهم. جميل. وتصنيف الثلاث مداخل. تمام. في الفصل الثاني عندنا الاخلاق البيوطبيه، لازم يجي لنا مشكله، يعني لازم تيجي مشكله، سواء مثلا مشكلة موت الدماغ أو زرع الأعضاء أو الإنجاب الصناعي أو مشكلة الاستنساخ أو الجينيوم الإيه البشري. تمام. لازم من أربع مشكلات ديت بيجي لنا مشكلة منها. تمام. لازم كمان المعايير الأخلاقية الطبية الحديثة مهمة. معايير الأخلاقية الطبية الحديثة مهمة. إسهامات هانز يونس أو دانيال كلهان اللي هي نشأة الفكر البيوتيكي. جميل. تمام. بالنسبة للفصل الثالث لازم فيلسوف يجي. لازم فيلسوف أفلاطون أو أرسطو أو الفارابي أو آدم سميث. تمام تمام. لازم منهم واحد بيكون موجود في الامتحان. كذلك برضو عناصر أخلاقيات الوظيفة العامة وقيمة العمل ودور الفيلسوف. تمام. في وضع المواثيق الأخلاقية. ولازم في سؤال كده حلل العلاقة. تمام. حلل العلاقة ما بين الفلسفة والبيوتيقة مثلا. حلل العلاقة ما بين الفلسفة ووضع المواثيق الأخلاقية للمهن. جميل. تمام. أعزائي الطلبة والطالبات، طبعا في نهاية الحلقة بتاعة الفلسفة مستر محمد حل معنا 3 بوكلتس أو 3 بوكلت يعتبر فيهم أهم الأسئلة، وقال دلوقتي عمل استرس أو تركيز على بعض النقاط اللي هي المهمة في كل فصل، إيه اللي ممكن يجي. طبعا الكلام ده احنا كله بنقوله بعد ما الطالب المفروض إن هو ذاكر المادة كلها بالتفصيل معايا، وبعدين بيركز في الحلقات اللي احنا بنعملها. لو في اي اديشنال انفورميشن او معلومات اضافيه الطالب عايزها يكتب بس سيرش على النت اكاديميه مستر محمد رضوان، وفيها كل الفيديوهات بتاعه الشرح بالتفصيل لو عايز المزيد منها. وتمنياتنا لكم بالتوفيق دايما، وانتظرونا بعد قليل مراجعه المنطق. شكرا.